امره عالمي وعلى خلق. اه جدا. اه وبيحبني في الله يعني. أي. من هو صغير لانه طلع معايا وهو صغير. ايوه. فهو ده يعني بيبوظ لي البرستيج بتاعي، لازم يخرجني من المود يعني. أي. فهو يعني حتى عمل لي عيد ميلاد انا وهو بس. شفت. آه. شفت كان جميل يعني. لفته كانت جميله منه. ايوه. ده هو جميل. وبعدين على فكره بالمناسبه انا كلمته امبارح لاني ايه انا كاتبين ان تاريخ ميلادي 24 نوفمبر. خد بالك؟ فانا بيعيد عليا قلت له يعني يا اخي والله يا الصبح الفجر كده قلت له يا خالد ان بيقولوا ان انا يا اخي مواليد 2/2. ايوه. خد بالك؟ فهو عمل في الكوميدي اللي عملنا ده فامبارح امبارح بقى دي جميله من حبيبتي مدام ميرفت امين. ضربت لي تليفون قالت لي ايه حكايه نوفمبر ده بقى؟ قلت لها انا بحكي لها بقى بقول لها وخالد النبوي عمل لي عيد ميلاد وعمل السينه اللي عملناها دي مع بعض. قالت لي اصل انا بقول لك 24 نوفمبر ده عيد ميلاد انا كمان. قلت لها خلاص انا عيد ميلاد 24 نوفمبر. ما هو في نفس الشهر. عشان انا بحب ميرفت امين يا حبيبتي. وخالد قال لك ما تروحش العزا عشان الجنازه عشان كان خايف عليك. ما اروحش الدفنه. الدفنه. لان انا كنت هروح الدفنه وبعدين مدفن اللي عامله عزا جنب محمود ياسين في طريق الفيوم. ايوه. مشوار كبير يعني. ايوه. فانا كنت هروح فخالد هو خالد بيعتبرني هو ابويا دلوقتي يعني ايه بيخاف عليا. اه طبعا. اه بيخاف عليا. لا والكورونا بقى كل ده احنا بنخاف كلنا دلوقتي يا بابا يعني انا خليك. ما بقدرش اروح الحقيقه انا كنت بروح جنازات واحب اصلي صلاه الجنازه واحضر الدفنات دلوقتي انا بقيت اخاف. لا هو بقى خالد علشان انا عندي 88 سنه ربنا يديك يعني الصحه وعارف العلاقه اللي بيني وبين عزت يعني ومحمود رحمه الله عليه كمان محمود ياسين. يعني انا حكيت الحكايه دي بتاعت ان انا شفته في الرؤيه استاذ محمود. اه بعد محمود ما انتقل يعني. ده حاجه كانت دي تؤكد التقاء الروح ببعض. ايه اللي حصل بسرعه يا بابا في الحكايه دي بالنسبه لمحمود ياسين؟ انا هو انا بعرفه بقى من هو لسه في الليسانس يعني. وانسان مهذب وبحبه يعني. المهم بعد ما توفى بشهر كده شفت رؤيا. انا طبعا روحي بقت شفافه ربنا يحرمك يعني من نعمه القران. فشفت رؤيا ان انا على محطه قطر اقليميه كده يعني. وانا ومحمود بيلتقي وبناخد حضن بعض شديد وانا في الرؤى بشوفها في ثواني كده. بس رؤيه محمود ياسين يروح ويرجع لي تاني وانا يروح ويرجع لي تاني. شفته بقى ايه لابس جاكيت ابيض مقلم بخطوط سوداء وشعره كثيف جدا زي قمه شبابه وجميل بشكل ما شاء الله ما عنديش فكره ازاي. فانا كلمت عمرو قلت له يا عمرو انا شفت بابا وبتاع وحاجه زي كده. المهم بعد شهرين كده بقلب في القنوات لقيت عمرو الليسي ومدام شهيره بيتكلموا. فانا قعدت اسمع شهيره يعني وفجاه راحوا منزلين منالوج الكلمه اللي كاتبه الاستاذ عبد الرحمن الشقاوي طبعا هتعرف معنى الكلمه. ومحمود بيقولوا بالبدلة اللي انا شفته بيها يا سبحان ما شفتوش طول حياتي من يوم ما عرفته في 61 وهو لسه في الليسانس كده لغايه حياته ما شفتوش بالبدله دي يا سبحان الله يا رب ده بقى كان دخل هو في السينما.